حد يقول لي أين الأمانة وأين المهنية، كلام فاضي يعني، وأنتم تحرضون الشباب على تعاطي المنشطات. أولا الجلسة يوم الثلاثاء وقد يكون بريء، وثانيا ممكن تكون عينة إيجابية ويطلع الرجل فعلا أخذ مادة بسبب دواء أو بسبب شيء، طبعا مع أنهم ما يكشفون هم إيش نوع المادة. يقول لي عندي أولادي وكلهم لاعبي كرة القدم وخاف يصيرون مثل النور. يا ابن الحلال خلهم يصيرون مثل النور وإحنا راضين، خلهم يعطونا سيرة زي نور وإحنا راضين. نور حقه علينا. أنا أشوف إنه الحياد في برنامج كورة اليوم، الحياد إنه إحنا نقف مع محمد نور، هذا حيادنا اليوم إنه إحنا نقف مع محمد نور. اللاعب هذا إذا في عنده عينة إيجابية فهو بيأخذ عقوبة حسب اللوائح والأنظمة، لن تلغي من تاريخ محمد نور يعني مقدار ذرة، وقدم للكرة السعودية ما قدم. وإذا طلعت العينة سلبية فالحمد لله أنه هذا شيء يبرئ ساحة محمد نور.